أيضا عند الناس يتضمن الجهاز البولي الكلية والحالب والمثانة والإحليل. طيب هلا اللي بيهمنا في كل مريض سواء مريض جراحة بولية أو مريض آخر لأي اختصاص بيهمنا دائما تشخيص على القصة السريرية والفحص السريري اللي هو الحجر الأساس في أي مقاربة طبية لأي مريض بيتعرض له الطبيب وبأي اختصاص. طبعا بشكل خصوصي في الجراحة البولية راح نركز على الجهاز البولي التناسلي، لكن في الأساس القصة السريرية والفحص السريري هو حجر الزاوية في أي مقاربة لأي مريض. مثل ما حكينا كتقييم أولي نحن راح نقيم موضوع إذا في مشكلة في الكليتين أو الحالبين أو المثانة أو العصرة البولية اليورينري سفنكتر أو البروستات عند الذكر أو الإحليل الإنسين. هلا بالنسبة للتقييم لمريض البولية يبدأ مثل ما حكينا بالقصة السريرية والفحص السريري وفي أسئلة متعلقة بالشكاية الأساسية للمريض وتطورها بالإضافة للتركيز على الجهاز البولي والتناسلي اللي ذكرناه قبل قليل. طبعا المفروض نحن نهتم بالمسمية الشيف كومبلمنت اللي هي الشكاية الأساسية عند المريض الشيف كومبلمنت هيستوري أوف بريزنت إلنس اللي بتضمن عن قصة المرض الحالي، وإذا كان في عند المريض باست ميديكال هيستوري القصة المرضية السابقة أو الأمراض الأخرى، والباست سيرجيكال هيستوري إذا في عنده أي قصة جراحية عند المريض تكون متعلقة بالشكاية في المريض. إذا عندنا طبعا الفاميلي هيستوري جدا مهم لأنه بعض الأمراض تكون عائلية أو وراثية فكتير مهم، وأحيانا من اسم العائلة ممكن تقع أمراض كفرضا عور أحد الأسماء أو السيكل سيل أنيميا أو تلاسيميا أو كتير أمراض أو بعض الأمراض اللي ممكن يكون أحد أفراد العائلة سبق أن زارك وبتعرف أن عنده أحد الأمراض الوراثية، مثل أيضا بالنسبة لجهاز البولي البوليسيستيك كيدني الرأس للمرضى بشكل صفة وراثية. السوشيال هيستوري العادات اللي العلاقة في التدخين والعلاقة في العمل العلاقة بالعادات أيضا تناول أي أنواع من الأدوية أو حتى تعاطي المخدرات، وللأسف يعني حاليا شائع جدا تعاطي المخدرات مجتمعنا فممكن يسبب أنواع معينة من الالتهابات كالتهابات الكبد وبعض الأمراض المنتقلة. الميديكيشن مهم جدا نعرف نحن الأدوية اللي بياخذها المريض لأنه متعلقة أحيانا بمفاقمة المرض أو بشكاية المريض نفسه أو بأشياء قد تعمل تداخل دوائي interaction بالأدوية. كثير مهم جدا نعرف كافة الأدوية اللي بتعطاها المريض، قد يكون أحد الأدوية اللي بتعطاها المريض فاقمت أعراض تضخم البروستات عند المريض، وقد تسبب بعض الأدوية كمضادات الاحتقان أو مضادات الكولينيرجيك احتباس بولي عند المريض ويحتاج إلى تركيب قسطرة يكون نتيجة خطأ طبي للأسف وشائع جدا في الممارسة. الحساسية كثير مهمة جدا نسأله عن أي سوابق تحسسية من ربو أو أمراض تحسسية أو وجود تحسس لأطعمة أو أغذية أو حتى أدوية معروفة قد تسبب الحساسية. طبعا مراجعة لبقية الأجزاء الأجهزة الجسم أخرى. في عنا قصة هون كمثال من أجل نجاوب عنها. مريضة 35 سنة عندها قصة هيماتوريا. هيماتوريا هي بيلة دموية، فبتحتاج المريضة راح تحتاج لصورة ظليلة فرضا الـ IVB الـ Intravenous Bilogram
لتقييم النزف. القصة الأساسية للمريضة بيلة دموية أو الهيماتوريا، تاريخ المرض الحالي بدأ من يومين وحاليا توقف، وعنده قصة تدخين 8 باكيت في السنة، وهي حاليا غير حامل. طبعا بقيت قصص سلبية، لكن هي قصة مدخنة غير متعاطية للكحول، تأخذ أورال كونتراسيبتيف، تأخذ موانع حمل فموية، أو ما عندها أي تحسس لصبغة اللي مستخدمها تصوير الظليل، ما في أي أعراض أخرى أو مشاكل أخرى. قصة ثانية، مريض 45 سنة عنده ضخم بروستات، أعراض بناين بروستاتيك هايبربليجيا أو البي بي اتش، وصعوبة التبول. الشكاية الأساسية هي صعوبة في التبول. طبعا هاي المقاربات ممكن تكون كصيغة أثناء الامتحانات المقابلة أو مقاربة مريض أو في التدريب السريع، تكون صيغة بالنسبة لكم. أنا بعطيك مريض عمره 45 سنة وعنده شكاية صعوبة في التبول. الشكل الأساسي عند الذكور يتبادر لنا أنه عند الذكور اللي فوق الأربعينات أو الخمسة وأربعين سنة، وبشكل أشع فوق الخمسين سنة هو ضخامة البروستات الحميدة. طبعا القصة أو تفصيل القصة، ضعف ويك ستريم يعني ضعف تيار البول، وإحساس بعدم اكتمال التبول أو عدم الإفراغ الكامل، وعنده straining to urinate عنده بذل جهد ليستطيع التبول. AUA American Urology Association Symptom Score، هذا إن شاء الله في الدرس القادم في درس BBH، عنده 30 و 35. يعني طبعا هو أشد شيء 35، فهو يعني عنده أعراض شديدة لأعراض أو سكور ضخم البروستات، وحاليا عنده قيمة البي اس اي أو المصدود النوعي للبروستات 2.5 نانوغرام في الملي، طبعا يعتبر رقم كمان أيضا عالي بالنسبة لعمره. طبعا بالفحص القصة عنده ضخامة بروستات البي بي اتش مشخصة، وما عنده سوابق جراحية كتداخل على البروستات اللي نظيري ترانس يوريثرال سيبتوسكوب اوف بروستات يو ار بي، عنده قصة سريرية عائلية للبروستات كانسر، ما عنده قصة للتدخين او تعاطي الكحول. الادوية اللي بياخذها الفلوماكس او هو التامسولوزين اللي هو انتي مضاد الفا حصر الفا بلوكرز. الالرجي ما في قصة ولا ما في امراض مقاومة للضغط. طبعا نحن بالقصة راح ناخذ كل شيء من التامل لل فحص السريري، القرع، الإصغاء، الجس السطحي والجس العميق، وفحص الأجهزة مثل يقولوا من أخمص القدم للرأس، تعرف وضع القلبي، رئتين، الأبدومن، الفلانك، خواصر، الجنريورتي، الأعضاء التناسلية الظاهرة عند الذكر، ريكتال بروستات إكزام أو دي آر أو ديجيتال ريكتال إكزام. هذا بتحفظوا كل مصطلحات ريكتال بروستات يعني او الديجيتال ريكتال اكزام او البي ار، هو مصطلح شائع المفروض تحولوا على هذه المصطلحات. تقييم العصبي اذا في مشكله المريض، المريض اموره الصحه العامه للمريض جيده، ما عنده مشاكل، البطن لينه متنفسه، الرئتين صافيه، النظم الجيبي منتظم، تقنيه المظهر سليم، عنده الفحص التناسلي، عنده البنس مظهر طبيعي ما فيه مشاكل، وعنده فتحه البول جيده او كافيه، عنده خزيتين بشكل طبيعي ما فيهم مشاكل،
البروستات بالنسبة لفحص البروستات عن طريق الشرج تكون لينة ذات قوام مطاطي ما فيها عقد ما فيها قساوة، بتكون البروستات الحميدة أو ضخامة البروستات الحميدة. بالأطراف ما عنده مشكلة، ما عنده أزمات، ما في عنا أي مشاكل عصبية. طبعاً نسأل عن مشاكل عصبية لخشية وجود أحيانا اضطراب التبول يكون ذو منشأ عصبي يسبب لنا الجينيك بلادر أو المثانية العصبية. طبعاً أنا من قبل منبهكم إذا في كان أي سؤال يا ريت يعني واحد ممكن يعني يرفع إيده أو بشكل مباشر. نحكي على الفحص السريري اللي بيتضمن الانسبكشن اللي هو جنرال اوبزرفيشن للمريض، اذا عنده اي علامه وضعيه خاصه صعوبه المشي او مثلا غير قادر على الحركه او المشي او مصاب بشلل، كل هذا بالتامل، او اذا عنده فقر دم شحوب عنده ارقان وضعيه معينه، كل هذا المفروض او عنده اصابات اخرى مرافقه لازم نعرفه بالتأمل. البالبيشن أو الجس طبعا مفروض نعمله بشكل سطحي العميق قرع البركيوشن، طبعا نقرع فوق اليد الأخرى حتى نعرف إذا في أصمية أو لا. الأسكوليشن هو السماع بالسماعة. هذا الفحص طبعا هو بكل الأجهزة نفس طريقة القصة السريرية، ثم الفحص السريري يبدأ في التأمل فالجس أو القرع ثم الإصغاء. طبعا الانسبكشن يعني واحد من أمثلة على الانسبكشن، أنا حكيت قبل شوي في كتير أمراض ممكن أحيانا من التأمل ممكن يشخص مثلا المريض عنده فرط بداني، المريض عنده دنف كاتشاكسيا يعني خاصة الدنف الورمي أو سوء تغذية، المريض عنده سحنة معينة فرضا سحنة المرضى فقر الدم المنجلي أو التلاسيميا أو فقر الدم المزمن سحنة ترابية معينة. أيضا مثل هالمريضة هون عندها كوشينج سيندروم وهو طبعا زيادة إفراز الزول جسم وبيعطي نسميه الهامب يعني هدبة الجاموس بوفالو هامب، البداني الجزعية في عنده زيادة في بدانة الجزع، الوجه القمري مدور، ويعني البعض كمان يعتبر يعني بشبهه مثل البرتقالي على أعواد الكبريت يعني نحافة أطراف مقارنة مع الجزع البديل. إنسبكشن طبعا هم في حالتين متعاكسات هن الفيموزز والبارافيموزز، الترجمة دو عربية مثل ما بتكون بس بتحفظهم بالفيموزز والبارافيموزز لأنه هذا الأسهل بالنسبة لكم. الواضح الفيموزز هو تضيق القلفة الأمامي inability to retract the foreskin، نقدر نحن نرجع القلفة جلد القلفة إلى خلف الخشبة فنسميه هو تضيق القلفة الأمامي. البارافيموزز يعكسه تماما inability to pull down the foreskin، ما بنقدر نحن نرجع بعد ما يرجع جلد القلفة لخلف الحشفة ممكن يكون يتوزم وما نقدر نرجعه فبصير البارافيموزز. طبعا الفيموزز ممكن تعمل تضيق في التبول او صعوبة التبول مع انتانات، بينما البارافيموزز ممكن تهدد غير موضوع صعوبة التبول والانتان ممكن تهدد سلامة الحشفة ناحية التروية وممكن تأثر وممكن يصير فيها التنخر. فحالة يعني تعتبر من حالات هؤلاء الحالتين إسعافيات لكن بعكس بعضهم ولازم من خلال الصورة أو التأمل واضح التشخيص. أظن باللغة العربية الجلاع. من الانفكشن مثلا عندي أنا مريضة عندها بلفيك أورجان بروليبس، يعني ممكن بالحالات الشديدة من الأعضاء الحوضية نشوف المظهر الموجود في الصورة، شايفين درجة رابعة من هبوط الرحم. طبعا عندما تهبط الأعضاء الحوضية فممكن تهبط المثانة بصير السيستوسيل أو المستقيم ومسميها ريكتوسيل أو الباول يعني الأمعاء والإنتروسيل أو اليوترس بروسيدا إنتا.
بالنسبة للجس، يعني الجس طبعا ناخذ منه كثير علامات، ببلش الجس بجس سطحي ثم العميق، وممكن طبعا نحاول نحن نجس الكلية، ومثل ما اخذنا بالدرس السابق صعوبة بمكان انه نقدر نجس الكلية الا اذا كانت متضخمة او مريض نحيف جدا وبالطرف الايمن. فانه لما بنحكي على الجس او بنسأل طبيب عن موضوع جس الكلية، اذا كان المريض نحيف جدا والطرف الايمن ممكن جس القطب السفلي بصعوبة، لكن اذا الكلية متضخمة تجس الكلية عندما تكون متضخمة. طبعا تضخم الكلية طبعا احد اسئلة التشخيص التفريقي، وقد يكون سؤال امتحان عدد اسباب او تشخيص تفريقي لوجود كتلة في الخصرة اليمنى او الخصرة اليسرى، فلازم واحد يعدد اذا كان في وجود اورام في المنطقة او مجاوراتها، او اذا في توسع واستسقاء في الكلية. طبعا الشيء الاخر فحص البروستات او البي ار هو نجري، طبعا في البدايه في عندنا تامل قبل ما نجري الفحص، سؤال المريض واشرح للمريض بسيط الفحص لانه مزعج بالنسبه للمريض، نتامل عدم وجود افات شرجيه مرافقه من بواسير او شق شرجي او القصير، بالاضافه تزليق الكف بشكل جيد تزليق او مخدري، وادخاله بهدوء لطف حتى ما نزعج المريض، ويتم جس الوجه الأمامي للمستقيم لتحري البروستات إذا أي ضخامة أو أي قساوة، غياب الثلم المتوسط أو وجود عقد قاسي أو قساوة حجرية. طبعا وجود أي اختلاف في الجس أو عقيدات قد توجه نحو سرطان البروستات، بينما الضخامة السليمة تكون قساوة إليت اليد كف راحة اليد. بالنسبة إلى فحص الفتق، خطوب الجراحة العامة شيء فحص الفتق أو طريقة شايفينها بالصورة اللي سفلة في اليسار. بالنسبة أخذنا أي أخذنا حكيم الوقوف وبطئية الاستلقاء. تمام، هاي الأصبعة الرسم توضيحي شايفين الرسم التوضيحي، نغمد الأصبع الشاهدة أو السبابة ضمن كيس الصفن باتجاه الفوهة الظاهرة external ring القناة الإيرابية، ونطلب من المريض بداية الوقوف، نطلب المريض أي مناورة لرفع الضغط داخل البطن كمناورة فلسلفة أو السعال أو ما شابه. فإن كان الفتق لامس رأس الأصبع أو مقدمة الأصبع بيكون فتق غير مباشر، صحيح؟ أما إذا كان الفتق لامس بطن السبابة فبيكون الفتق مباشر. واضحة الفكرة؟ والتفريق بين نوعين الفتق بالفحص السريري؟ واضحة حكيم، واضحة. أظن الجراحة العامة المفروض تكونوا أخذتوه، بس هي صورة لنحن يكون فحصنا كامل، نعمل فحص لكل الجهاز البولي والتناسلي عند الذكر. الطريقة حكيم بس سؤال، في عندنا علامة اسمها علامة الدهرجية، اللي هي يعني تحررها بالفتق الإيرابي ولا ما لها علاقة؟ عند الأطفال نعم، هي يعني طريقة هاي، لأنه عند الأطفال ما بتقدر أنت منه يعني يرفع الضغط داخل البطن خاصة الأطفال الصغار، فنحن نعمل ضغط على البطن باليد، باليد الأخرى نعمل علامة الدحرجة فوق القبل المنوي. بالنسبة للفحص الباي مانوال إكزامينيشن، هو بصراحة يجرى تحت التقدير لأنه مزعج جدا ومؤلم، وطبعا نتحرك فيه الأورام حينما يعني عندنا مريض مشخص كورم، لكن لازم يعتاد انه يجي طبعا يتمكن، وخاصه اذا مريض نحيف اذا في اي كتله في الحوض، هو التحري كتله الحوض ومدى تحرك الكتله تحت الاصبع، فهو يجرى عند الذكر بالفحص الشرجي الاصبعي واليد الاخرى فوق العانه، واذا في اي كتله في المستقيم او المثاني إذا متحركة أو غير متحركة جامدة، طبعاً ثبات أي كتلة يعني وجود انتشار خارج العضو.
نفس الشيء بالنسبة للأنثى، لكن ممكن يكون الفحص عن طريق الفاجينا مهبل، وإصبع في المهبل، والإصبع اليد الأخرى، اليد الأخرى فوق العانة لتحري أورام الرحم، سرطان الرحم أو أي كتلة في الرحم أو الحوض أو كتلة في المثاني. طبعا هذا الشيء اللي نحكي عنه بالتفصيل أكثر بالنسبة للفحص الكلية. طبعا نحن أخذناه من قبل، بس أنا أتمنى أنه نعيده يكون بمثابة فحص سريري. بعد قليل راح نحكي عن تشوهات الجهاز التنفسي. الطريقة اللي تجرى بلقاء ظهري للمريض، ونضع يد خلف خاصرة المريض واليد الأخرى باتجاه البطن، ورأس الإصبع تحت الحافة الضلعية، ونحاول نفش الكلية باليد أسفل المريض، وبرؤوس الأصابع نحاول أن تحرى أو جس القطب السفلي الكلية أو جس ضخامة في الكلية. طبعا الكلية مثل ما حكينا بطن متضخمة وتعطي جسة وجس حوافة، وإذا في عندي أي مشكلة تحت رؤوس الأصابع تحت الحافة للأصابع. طبعا مثل ما حكينا أنه الكلية أثناء التنفس نطلب من المريض أحيانا تنفس أو الشهيق ثم الزفير العميق، فأثناء الزفير ممكن أو تنزل الكلية، ممكن جسة أثناء حركة الشهيق والزفير. طبعا كم نعرف أنه نحن تحت الحجاب الحاجز وتوضع الكلية، ومحمية بالأضلاع. هي صحيح محمية بالأضلاع، لكن أحيانا الأضلاع، كسور الأضلاع أو النواتئ المعترضة للعمود الفقري تكون سبب أذية الكلية بالكسور. يعني مجرد انكسار الضلع تخسر الأضلاع طبعا السفلى، ممكن تكون سبب لأذية الكلية أو النواتئ الشوكية المعترضة. طبعا الكلية اليمين هي أسفل من اليسرى، فلذلك يمكن جسها بشكل أسهل. اليسار صعب يعني جدا تسليل، وطبعا مثل ما حكينا صعب جدا بشكل عام جس الكلية عند المكان الطبيعي، من صعب المكان إلا إذا المريض نحيف جدا وبالطرف الأيمن. طبعا ممكن طبعا عند الأطفال أيضا نشوفها. طبعا أحيانا من جس الكلية ممكن جس إذا كان في عنا هبوط بالكلية عن مستواها الطبيعي، ممكن هابطة، أحيانا الكلية ممكن تكون حوضية أو متضخمة. طبعا هون عم نحكي على رينال ماس، أظن فرجيتكم إياه في المحاضرة الثانية، وقت طفل عن ورم كلية يتجاوز الخط الناصف. مثل هاي الحالة عندنا رينال ماس عند هاي الطفلة، عند يعني ممكن طبعا اللي عم نشوفها سريعة بالسوائل، أو ممكن تكون قاسية أو صلبة يعني رقم صلب. طبعا صورة الطبق المحوري الوسطانية هي تدل على وجود استسقاء في الكلية أو في الكليتين حتى، يعني عنده استسقاء المريض. يجس بالطرف الطرف اليمين المريض عنده ضخامة كلوية نتيجة ماس، عنده كتلة في الكلية اليسرى كرة ضخمة بشدة وأخذ المادة الظليلة، هي ورم كلية. طبعا تشخيص تفريغ قبل شوي كنت أحكي أنه قد يكون أحد أسئلة الامتحان، أنه عندي أنا تضخم في الكلية اليمين أو بالكلية اليسرى. فطبعا في فرق بيناتهم بالتشخيص التفريغ، إذا في عندي في الخاصرة شيء ممكن يكون. طبعاً كورم كلية ممكن يكون تعرضي يعني وما يتظاهر بشيء، وقد يتظاهر فقط بالمياه الدموية، ولكن إن تظاهر بالثلاثي العرضي، الثلاثي الذي يدل على ورم كلية متقدم، هو الكتلة خاصرة ومؤلمة ومترافقة مع بيلة دموية، فهذا ورم كلية حتى يثبت العكس. فنحن لما نسأل في امتحان أو بدرس سريري عن مريض عنده كتلة خاصرة ومتألم
وعنده بيلة دموية ومريض كبير بالعمر، لازم يكون شكنا الأولي هو وجود ورم كلية. قبل ما نشك في موضوع الحصاد لازم نحن دائما نتأكد إنه ما في ورم كلية. بعد ذلك لما حصاد يعني طبعا إذا كانت سادة للكلية أيضا هي حالة إسعافية ذات الإنسداد، لكن الورم أيضا قاتل. فكتير مهم جدا موضوع أثناء الفحص السريري توجه إذا كان في عندي كتلة أم لا. وأنا فرجتكم بعض الصور لأورام كلية كبيرة، ممكن بس ورام الكلية نحكي أو فرجتكم صور أكثر سريرية. البايلونيفرايتس الالتهاب الكلي والحويضة هو التهاب الكلية، يكون حالة سيبتيك، حالة صدمة إنتانية، حرارة وحالة انسمامية عامة، وعنده مضض شديد بزاوية الفقرية الضلعية خاصرة. طبعا أي ماس في الخاصرة بسبب الكلية أو مجاريات الكلية أو بسبب استسقاء أو إنتان ممكن تضخم الكلية أو تعمل ماس في الخاصرة. الرينال أبسس يعني خراج الكلوي طبعا هو حالة متقدمة من الإنتان الكلوي أو التهاب كلي وحيضة، وتكون الحالة العامة أيضا حالة انسمامية بإضافة وجود ألم أو مضغ خاصرة اليمنى في الخاصرة الطرف الموافق. البيرينيفريك أبسس هو كان في الشحم المحيط بالكلية، وكثير من الأحيان يحدث عند مرضى سكري بشكل عام. الإنتانات تكون صارخة أو شديدة غالبا مهملة، أو عند مريض سكري بدنا في المناعة أو ضعيف المناعة يكون في عندي أنا مثل ما حكينا ألم أو مضض في الخاصرة. طبعا حالة الحصيات مثل ما حكينا هو ألم خاصرة شديد، ممكن يكون يجي بشكل قولنجي كان الحصات سادة أو ألم شديد مستمر عين، وعدم ارتياح في الخاصرة مع ألم. مثل ما حكينا الفرق الألم بين الألم الكلوي والألم الحالبي هو موضوع الانسداد، والألم القولنجي ألم القولنجي أكثر في الحالب لأنه الحركات التموعجية تحاول أن تطرد الحصاد إلى الأسفل، وبرتاح المريض على أي وضعية. وممكن يسبب حصية حالب يسبب الألم الرجيع referred pain to groin area إلى المنطقة المغبنية أو اتجاه الخصية أو الشفرة عند النساء. كثير لازم ننتبه نحن مثل ما اتفقنا أن أي ألم خاصة نتأكد ما في شيء بالصفن، وأي ألم بالصفن أو بالشفر أو بالمنطقة المغبنية نتأكد ما في شيء بالكلية. بإضافة إلى الأعراض الإلحاح البولي من تعدد بيلات وإلحاح بولي. طبعا بالنسبة لفحص البروستات مس الشرجي اللي في البي ار الريكتال او ديجيتال ريكتال اكزام هو التسمية الادق، او بروستات اكزامينيشن بنسميه. طبعا المريض وضعيه الاضجاع الجانبيه اليسرى مع عطف الفخذين باتجاه البطن او الصدر، أو وضعية بنسميها وضعية السجود، قد تكون الناس معودين عليها أكثر وضعية السهلة أريح بالنسبة للمريض. ولازم تكون الأصبع المؤشر أو السبابة أو الإندكس فينجر واللبريكيتد كثير مهم جدا تكون مزلقة بشكل جديد جيد، وندخلها بهدوء جهة الريكتوم بجهة المستقيم بعد أن نتأكد بعدم وجود آفات مؤلمة جدا كوجود حلم كبير أو شق شرجي تكون مزعج جدا أو وجود بواسير. طبعا نطلب من المريض مناورة فالسلفة، فنشوف أثناء المناورة يعني دخل الأصبع بحيث أنه دخل معصرة شرجية قدر المستطاع وما تعمل سبب له ألم، ونجس البروستات بشكل منهجي من اليمين واليسار والوسط والقاعدة، بروستات إلى فصين جانبية وثالث متوسط
قاعدة وقمة القمة في الأسفل قريب معصرة درجية، والقاعدة في الأعلى أو في طبعا لازم نحن نتأكد أنه حجم البروستات طبيعي. حجم البروستات الطبيعي هو بمقدار حبة السنة، وبيكون الملمس تبعه مثل تراوت الغضاريف تبع الأنف أو ليت الكف، ليت اليد يعني، طرية إلى حد ما، ليست قاسية. وأي قساوة غير طبيعية في البروستات أو عقدة قاسية تعتبر سرطان حتى يثبت العكس. هلا الأشياء هو طبعا البروني بروستاتيك هايبرفيجيا أو بي بي اتش، هو تضخم حميد في البروستات، ويكون الجست تبعه مقارنة مع بقية البروستات هي جست متناظر وطري وما في أي قساوة. ممكن طبعا يوصل الحجم لحجم البروستاتي او اكبر. طبعا يتراوح حجم البروستات او ضخم البروستات من 30 ملي متضخمه 30 جرام الى 200 او 250 جرام، ممكن نشوف ضخم شده. لكن كما ذكرنا سابقا شده الاعراض غير متعلق في حجم البروستات نهائي، اما متعلق في حجم البروستات اذا اصطب العمل الجراحي نعرف نوع العمل الجراحي بيختلف بين تنظير جراحي. الشيء الآخر كثافة البي اس اي المصنوعي، فممكن طبعا يزداد مع زيادة حجم البروستات زيادة الفرازات. نبهنا نحن إذا وجود عندنا أكيوت بروستاتايتس ضد أصلاب أنه نحن نعمل أي جس للبروستات. المريض بيكون عام حالة عامة سمية ويعني متعب بالإضافة لأعراض بولية سفلية طريق طبعا اكيد ذكر. احنا ما نجس او ما نعمل مساج للبروستات تمام. فهون الملاحظه انه معك يعني اذا شكيت او يعني في عندك شك انك تعمل اسمه جسيت وصار انه جسيت، فممكن تكون هي متموجه وحاره ومؤلمه بشده يعني. فلذلك يعني انت مجرد تشوف الامر هذا حارة ومتموجة ومؤلمة بشدة بحاول تنهي الفحص حتى ما تحول يعني تزيد البكتيريميا وحادث سبتسيميا عند المريض. إذا كان حتى عند المريض احتباس بولي عند المريض الأكيد بروستاتايتس ما تلجأ قصرة بولية، تلجأ لإجراء قصرة فوق العانة أو فغر فوق العانة. بالنسبة للالتهاب البروستات المزمن يكون شكاية شائعة أعراض lower urinary tract symptoms، أعراض الجهاز البولي السفلي اللي يسموه اللوتس lower urinary tract symptom، هيماتوسبيرميا أو أعراض دمي مني. طبعا بتكون البروستات هون عندي تقنة ومؤلمة لمس، لكن ليس الشكل الالتهاب الحاد والحالة العامة سيئة. ممكن حالة المريض جيدة لكن عنده شكايات ازعاج أكثر من أنه تكون ألم. طبعا ممكن نحن نعمل تجربة البروستات ونبعث سائل الفحص للمخبر عشان يعطينا تقرير عن وجود الالتهاب داخل الإكسبريست بروستات سكريشن، فحص المفرزات البروستات. هلا بالنسبة للبروستات كانسر عادةً غير عرضي نهائياً، وهو يعتبر من السرطانات الصامتة السايلنت كانسر. عادةً بالفحص بنلاقية فيرم يعني ثابتة، عقد ثابتة و قساوة حجرية بتكون فيها، قساوة واضحة، قساوة حجرية. غالبا طبعا نربط الفحص السريري مع البي اس اي، يمكن نوجه باتجاه اجراء قزعة البروستات.
طبعا بالنسبه لتكنيك فحص الفتق او تكنيك الفحص السريري للقناه الارهابيه، ما حكينا هو وضع الاصبع او غمض الاصبع داخل جلد الصفن باتجاه الارهابيه الظاهره، ونطلب من المرضى رفع الضغط داخل البطن. فاذا شعرنا باي شيء برأس الأصبع فهو فتق غير مباشر، أما إذا كان وجود تضخم بأسفل أو ببطن الأصبع عبارة عن فتق مباشر. طبعا الفحص المشترك بالجاس مثل ما حكينا هو فحص بالجيبتين لنشوف الثانية ونقدر كان هي متحركة أم ثابتة، ويجرى يفضل إجراء هذه الفحوص تحت التخدير لأنها مؤلمة جدا بالنسبة للمريض الممكن جدا، لكن بشكل يعني فحص مزعج جدا لأنه أنت أكثر من فحص البروستات. فحص البروستات يعتبر شيء بسيط مقاطع الباي منوال. طبعا الفيميل نفس الموضوع، وضع إصبعين في الفجينة ووضع يد فوق العانة ومحاولة دس أي كتلة، وإذا كانت كتلة قابلة للحركة أم ثابتة. طبعا الثابتة يعني وجود انتشار حوضي للكتلة أو الورم. طبعا نفس الموضوع لفحص المثاني، هو فحص أو قرع أو جس فوق العانة، والانتقال من الطبلية إلى الأصمية إلى الطبلية أو بالعكس إذا كنا من الأعلى إلى الأسفل وجود انتداء المثاني. طبعا المثاني لا يمكن فحصه إلا إذا كان لا أو احتباس بولي. عادة في الحالة الطبيعية هي حوضية صعب الجس. طبعا مثل ما حكينا المثاني طبيعي عند الإنسان البالغ 400 إلى 500 ملي، وعادة ما بتكون مدسوسة، لكن عند وجود احتباس بولي ممكن يوصل حجمه لأربع أو خمس أضعاف، ممكن توصل 2000 ل3000 ملي، يعني 3 لتر من 3 بالحاله الطبيعيه، يعني حوالي وسطيا 350 ل450 ملي ما تكون مدسوسه. طبعا الشكايه عند مريض احتباس بولي هو صعوبه التبول او وجود تنقيط بولي، احتباس بولي بالتنقيط او فرط الافاضه اوفر فلو كرانس، أو صعوبة التبول واستخدام جهد أثناء التبول، وامتلاء فوق العانة. امتلاء فوق العانة طبعا هون مثاني مثل الصور اللي بتشوفوها بتكون مدسوسة نورمال بلدر، ما هي مدسوسة لكن البلدر اللي موجودة بشكل طولاني بأسفل الصورة بتكون مدسوسة لأنه بتكون فرط امتلاء وفضة، يعني مؤلم المريض شدد الانزعاج أثناء لمس البطن تصل طبعا للسرة. بالنسبة للكتل اللي في المثاني، بالنسبة للكتل في المثاني ففي كتل مثل ما نشوف هون اللي أشياء هو الاحتباس البولي، هو أشياء نشخص أنه تشخيصه سريريا، لكن الكتل عادة صعب جسة أو فحصة إلا بالباي مانوال واللي هو يجرى تحت التخدير، لكن بعض الكتل لأسباب معينة ممكن جسة كانت كبيرة أو المريض مهمل أو وجود اختلاطات ممكن جسة. طبعا مثل هي الحالة هون طبعا تحت التخدير ممكن جسة، إذا شايفين في كتلة في المثاني اللي ظاهرة في الصورة، صورة رنين مغناطيسي
ما يوضح كثير، لكن الصوره الثانيه طبعا صوره مريض معمول له للاسف اي بي بي، ومريض هو ارتباس بولي فمعمول. طبعا الصوره انا يمكن ذكرت اكثر من مره بغض النظر اخذته انتم في الاشعه، لكن في الحياه العمليه تقريبا بطلت الاي بي بي فتعتبر مؤذيه وما بناخذ كثير معلومات منها. يفضل الطبق المحوري دون حقن اذا كنا عم نستقصي عن الحصيات، او الطبق المحوري مع الحقن اذا كنا عم نفتش عن اوراق. هاي الاستطبابات اللي هي موضوع استعاضه عن الظريف الاي بي بي. حكيم هاي مستخدمه للجدر مثلا يحاول بتشخيصه؟ مو اي بي بي اسمه Voiding Cystourethrogram، التصوير المثاني الراجع التبويلي. المريض بيبول على الصوت. طبعا رح نجي عليهم بالتفصيل لاحقا، لكن ما نستخدم الاي بي بي يعني عمليا التغى الا استطبابات جدا ضيقه، وربما في بلدنا استطبابات ضيقه سبب عدم وجود الطبقي بكل المناطق، واعتماد بعض الطرق واعتماد الطرق بصراحه القديمه في المعالجه كجراح حصيات او بعض الجراحات. هو المفروض انا قلت لكم انه صوره الايكو اللي بيد خبيره مع كيو بي محضر بشكل جيد تكفي او تعيد عن معظم المعلومات اللي ممكن ناخذها بالاي بي بي. الشيء الاخر الاي بي بي هو اجراء ممكن يحمل سميه للكليه، فيفضل او يستعان عنه. يعني اذا ولا بد بدنا نرسم الجهاز المفرغ نرسمه بالطريق الراجع بالتنظير، يعني نعمل تنظير بولي وحقن مادة صغيرة ضمن الحالب دون أن نحقن المادة في الوريد. تمام حكي. هلأ بالنسبة للقرع مثل ما حكينا بالنسبة للكلية نسميه نحن النهز الكلوي وليس القرع، ألا إذا كان استسقاء شديد أو توسع شديد. نتأكد أنه هي غير نجمة عن عرى معوية أو ما شابه ممكن صيد، لكن بشكل أساسي النهز الكلوي اللي يعتبر مؤلم بالنسبة للمريض. أول شيء مرة يمكن فرجتكم بالفحص الماضي طريقة إنه وضع الكف والقرع بالقبضة اليد الأخرى على خاصرة المريض، فيتألم في المكان اللي فيه انسداد أو ألم كلي. بالنسبة لتقييم المثاني مثل ما حكينا بالقرع انتقال بين الأصمية والطبلية بين منطقتين، بإضافة تورم أو انتباج أو انتفاخ فوق العانة وأسفل السرة يحيي بوجود الاحتباس البولي. بالنسبة للفحص الكلية طبعا مثل ما حكينا لازم نحن فحص كثير لطيف وجس سطحي، ثم في المكان اللي نتوقع أنه يكون مهم يكون في آخر الفحص نتحول من الجس السطحي للجس العميق. طبعا تشخيص تفريغي وجود حصاء صيات او انتان او انسداد لاي سبب. بس فحص الكليه يوجد الم او وجود حتى كتله، يعني اضافه لهم وجود في الكليه رام الكليه بانواعها. الصورة صرتوا متألفين عليها منطقة الخاصة اللي تمتد الألم فيها باتجاه الجوين أو باتجاه المغبن والصفن أو الحفر أو الأحليل. نفس الموضوع بالنسبة للفحص المثاني مثل ما حكينا لازم نحن واعين لوجود أصمية أو طبلية في ضخامة البروستات. طبعاً حتى نحن في يعني بنسمع في منطقة الخلط المثاني بيكون محله صامت، بينما في لما ما بيكون في عندي أنا بيكون عندي أمعاء بنسمع أصوات الحركات الحوية للأمعاء. بالنسبة لآفات القضيب أيضاً في التأمل ممكن نشوف آفات القضيب، آفات جلدية كان المريض مختون او غير مختون. غير مختون لازم نرجع احنا الجلد القلفي باتجاه القلب حتى نشوف الحشفه. وطبعا مثل الحال اللي عم تشوفوه هون ممكن تكون في عندي التهاب حشفه او اورام في المرضى الغير مختونين مثل هي صوره البينال كانسر سرطان
طبيب او حالات الاحمريات الاثروبليجيا اوف كيرات، اي احمريه كيرات يعني الفئات الالتهابيه ما قبل السرطان. بالنسبه لل طبعا الانفكشن يعني او التامل هو وجود الفيموزس، فالعلاج تبعه قد يكون عند المرضى يعني ما عندهم مشكله في الحفاظ على جلد القلفه هو الختان، الختان بشكل جراحي هو الحل الامثل لحالات تضيق القلف الامامي، او خزع الجلد القلفي ان اراد المريض يحافظ على بالنسبه لحاله الطرف الموز هي عكس وهي ربما تكون اخطر، تسبب نقص ترويه وتوزع حشفه وممكن تتنخر، فبنحاول نعمل اعاده للجلد، اذا استطعنا نجري اعاده فقد يكون كافي، او نجري ايضا الختان او خزع جلد القلفه. هي من يعني الفرق بين الفيموزس والبارافيموزس. البينايل كونديلوما هي الهرم القرنطيطية على القضيب، يعني قد تكون أورام مشابهة لحالات الفأليل أو تكون أورام حقيقية. بنجي على موضوع شائك ونوع من تشوهات الجهاز التناسلي الظاهر، تشوهات القضيب. طبعا نحن من خلال التأمل نشوف القضيب عند الأطفال، إذا كان الطفل مختون أو غير مختون، كان فتحة البول في مقدمة الحشفة أم على جلد باطن القضيب أو على جهة باطن القضيب أو على جهة ظهر القضيب. في فرق كبير بين يعني في تفريق بين إنه فتحة في عندي أنا تزوي للقضيب باتجاه الأسفل، والفتحة بتكون على بطن القضيب بيكون حالة الهايبوسبيدياز أحليل تحتاني، مثل ما كنا شايفين بالصورة الـ ABC هي حالات أحليل تحتاني هي كوردي. الكوردي هو اعوجاج القضيب نحو الأسفل في هاي الحالة، وجود الفتحة بالصورة C عندي الفتحة ممكن تكون على الكورونا اللي نسميها أو على الثلم الحشفي أو ديستال شافت أو ميد شافت. يعني استشفت هو أحليل تحتاني بعيد أو متشفت أوسط القضيب أو بينوس كروتل هي وسط إلى الصفر أو برينيال، طبعا ممكن توصل الفتحة تمتد من العجان إلى رأس القضيب، تنوع فتحة الأحليل حسب نوع الأحليل التحتاني أو الأحليل الطبيعي تكون في مقدمة الحشفة، بينما حالات الأحليل التحتاني تمتد من الكورونا أو أحيانا حتى ممكن يكون حشفي صغير يعني إلى العجان. طبعا كل ما ترافق مع كوردي كل ما كان في صعوبة أكبر في الإصلاح، يحتاج ربما أكثر من عمل جراحي. الحالات تروح بين حالات أحليل تحتاني بسيط ومعقد. بينما في حالة الأحليل الفوقاني مثل ما كنا شايفين بالصورة تحت الأسفل، الأحليل الفوقاني هو حالة انفتاح فتحة البول على ظهر القضيب على الجهة الظهرية الدورسال، وممكن يمتد هذا الانفتاح حتى يصل إلى المثاني. إذا وصل إلى المثاني أو عنق المثاني المريض يعاني، إذا وصل إلى عنق المثاني الأحليل الفوقاني الإبيسبيدياس، إذا وصل إلى عنق المثاني فمعناتها المعصرة السفنكتر المتحكمة في البول فقدت وظيفتها لأنه مفتوحة، فبمعنى المريض يعاني من سلس بول كامل أو تام، لأنه هذا التشوه إذا امتد إلى عنق المثاني فما عند المريض أي نوع من الاستمساك البولي. بينما في حالات الأحليل التحتاني، الفرق بين الأحليل التحتاني والفوقاني الشديد، الأحليل التحتاني مريض مثل أي إنسان عادي ممكن
طبيعي تماما وما عنده أي نوع من السلس، مجرد أنه فتحة البول ليست في مقدمة الخضيب وقد يترفق مع أوجاج، والجلد الحشفي قد يكون مفرط السفلي، فسمى عند العوام الطهور القمري، وهو نفس المعنى بتعبير طبي الأحليل التحتاني. يحدى عنده سؤال هون؟ طبعاً تشوه شائع بالنسبة للأحليل التحتاني بين الفوقاني نادر لكن موجود. طبعاً بالنسبة لفحص القضيب، طبعاً نفحص الوجه الظهري والجلد الظاهر، جلد القلفي مع الحشفة، مع إذا وجود أي مناطق أو صفيحات متطيفة على ظهر القضيب ممكن تشكل حالة داء بيروني، بيرونيز ديزيز، أي تليف في ظهر القضيب في الأغلفة المغلفة للأجسام الكافية، يسبب ألم أثناء الانتداء أو أثناء الانتصاب، وتزوي لجهة معينة أو باتجاه الأسفل لفقد المرونة الأجسام الكهفية بسبب تكلس أو تشكل صفيحات ليفية متكلسة. طبعا ممكن أحيانا يكون في عندي أنا ألم على مسار الأحليل، يكون في عندي الوجه البطني وحالة التهاب أحليل والمنطقة حول الأحليل الجسم الإسفنجي. مثل هالصورة هاي اللي بنشوفها هون، بنشوف بشكل عرضاني وجود صفيحة متكلسة classified black of the dorsal of penis، وهي اللي بتسبب اعوجاج أو curvature of renal and erectile dysfunction، عسرة جماع، صعوبة أو ضعف جماع أو اعتلال وظيفة الانتصاب، ألم أثناء الجماع أو عدم المقدرة حتى على الجماع. طبعا واضح بالصورة وجود بالنسبة للفحص الخصية لازم نفحص بشكل هادئ و اليدين للخصية، نعرف نتوجه الخصية لما نفحصها، الوجه الأمامي بيكون خصية، الوجه الأمامي والوجه الخلفي بيكون في عندي البرلخ والحبل المنوي أعلى الخصية، بإضافة الباس ديفرنس أو الأسهر في خلف الحبل المنوي. فترتيب الفحص لازم نعرف إنه هاي الخصية طبيعية أو غير طبيعية، وإذا كان فيها مشكلة التهاب كتلة أو تضخم أو انفتال. سؤال بس كأني الشركة الصفحة اللي راحت، موجود سلايدات حكيم؟ موجودة؟ لا كنا عم نحكي على الخصية صح؟ صحيح. قلب عندي ما بعرف ليش الكمبيوتر. طبعاً شايفين بالصورة الخصية هي في الأمام، البرخ في الخلف، الحبل المنوي في الأعلى، وفي نهاية الحبل المنوي في الخلف أيضا يتوضع. طبعا عم نحكي للمريض في وضعية الوقوف. طبعا نحن لازم أثناء فحص الخصية نتأكد من الموضع الخصي، الموضع في الصفان بيكون حجم الخصية، حجم طبعا تقارن بالطرف الآخر، والنسيج أو القوام تبع الخصية، شكل الخصية وقوامه. شكل الخصية أحيانا ممكن يكون متعرج أو غير منتظم في الأورام أو في حالة الالتهابات، وخاصة الالتهابات الشديدة والمزمنة. القوام إذا كان القوام سائلي، إذا كان في عندي ثقيلة مائية، أو القوام بنحس فرقعة تحت اليد، وجود فتق مع أمعاء أو ممتد إلى الصفن، أو وجود ألم في الخصية خاصة في حالة الالتهاب أو حالة الانفتال. والنورمال تستس سوفت ربي كونسيستنسي وسموث سيرفيس، السطح بيكون أملس تماما وقوام مطاطي للخصية، قوام ليس قاسي.
ما الطاقي او يعني طري الى حد ما. حاله الخصيه الهاجره طبعا الخصيه الهاجره الكريبتو اوركايتس او تستس هي الخصيه ما نزلت للمكان او المختفيه، خلينا نعتبرها خصيه مختفيه الكريبتو اللي ما نزلت للمكان الصحيح للخصيه، نسميها الاندسندد تستس، هي الخصيه غير النازله عكس الخصية الهاجرة. نحن نسمي خصية هاجرة لكن هو بالحقيقة تسمية غير صحيحة، لكن درجة تسمية هي الخصية الغير نازلة أو المختفية. This may lie anywhere along the course of spinal canal، يعني هي تتوضع الخصية طبعا هذا في اليمين اللون الأسود، تتوضع عبر القناة الترابية وقد تكون داخل البطن abdominal أو إنجوانال أو سبرا سكروتال يعني فوق الصفد. فالمواضع هاي الثلاثة هي تتوضع الخصية الغير نازلة أو المختفية بهالأماكن، ومعظم الأماكن most common site is the external inguinal ring، يعني غالبا هي تتوضع عند الفوهة الظاهرة إما سبرا سكروتال أو عند الفوهة داخل الفوهة الظاهرة، فيمكن جسها بسهولة وبطريقة اللي قبل شوي حكى زميلكم ضغط قليع على البطن والدحرجة فوق الحبل المنوي ممكن جس عقدة صغيرة هي تكون خصية غير نازلة. طبعا الصفان بيكون فارغ. طبعا الانتباه هون أثناء الفحص السريري طبعا هذا نعلمكم إياه إن شاء الله، تكون الكفين دافيين، يفضل تكون القفازات، الطفل مرتاح، الطفل إذا كان بيبكي أو بردان غالبا رح تكون تشخص خصية غير نازلة وهي بتكون بالأساس بالصفان. نحاول نحن نشدها على الصفن ونتركها بالصفن. غالبا الخصية إذا ثبتت بالصفن فهي خصية بطاطة وليس غير نازلة، وغالبا أيضا قد تكون إذا وصلت وبشكل مرتاح وبقت في الصفن فهي ربما كان في عنا ارتكاس نسميه المعكس المشمري، نسميه المعكس المشمري اللي هي العضلة اللي تتمركز حول الحبل المنوي وتشد الخصية باتجاه الأعلى حين وجود البرد أو الخوف أو الخجل عند الطفل. إذا كان برد أو خاف أو خجل ممكن ترتفع الخصية للأعلى ويكون هذا الشيء طبيعي. فكتير أحيانا نعطي تعليمات الأهل مراقبة أثناء النوم، بيكون نحن لغينا المنعكسات والطفل دافئ ونلاحظ أنه الخصية ضمن الصفة. هذا ما يتعلق في الخصية الغير نازلة. طبعا كاستطلاعات عمل جراحي المفروض أبكر ما يمكن بين 6 شهور و 10 شهور الخصية الهاجرة وليس بعد البلوغ أو بسن المدرسة أو بعد عمر السنتين، هذا كله التغاء. حاليا الخصية الهاجرة لازم تنشغل بين 6 شهور و 10 شهور ويفضل قبل عمر السنتين، وغالبا بتكون مترافقة مع فتق مغبني يعني صاح بنفس الجلسة، وأحيانا تكون إتروجينيك يعني لعمليات فتق الأطفال، قد ينسى الجراح أن يعيد الخصية إلى مكانها بشكل صحيح، تلتصق بالجوار وتصبح خصية هاجرة يعني مكتسبة. طبعا هون عم نحكي عن ريتايل تيستس، تعني إنه الخصية حاليا غير موجودة باتجاه الأعلى لكن أحيانا تنزل أحيانا تطلع نتيجة الأوفر أكتيف كريماستر ماسل، هي فرط أو فرط الفعالية تبع العضلة المشمرة. هلا الإكتوبيك الهاجرة هي الإكتوبيك اللي موجودة في الصورة، هي إما قبل قضيبية أو سوبرفيشال إكتوبيك، بتكون فوق الفوهة الظاهرة يعني فوق القناة بينما أو عبر الترانس سكروتوم يعني بشكل معترض في سكروتوم في الصفن أو بيرينيال في المغبن أو بالفخذ. هاي الأماكن الخمسة الشائعة لحالات الخصية الهاجرة، إما طبعا الأشياء هي سوبرافيشيال إكتوبيك السطحية، هذا أشياء مكان قبل قضيبية أو معترضة في الصفن أو
مغبنية أو فخذية، هي أماكن توضع الخصية الهجرة. طبعاً ضمن الفحص الخصية ممكن نشخص نحن مثل هالمريض هذا طبعاً بالتأمل، بإضافة لفحص الخصية كلاين فيلترز سيندروم، هو اللي بيكون 47 XXY عنده أكسين. طبعاً المظهر السريري مظهر جنسي ذكري مع تثدي، عنده تثدي small and firm testis بتكون أقل من 3 سنتيمتر طول، مع وجود الأزوسبيرميا ما عنده إنتاج للسمو. طبعاً بيكون عنده زيادة في الباع، نسميه الباع أو طويل، بالإضافة إلى زيادة في الباع اليدين مفتوحتين، عنده طبعاً فحص الصفن. من الأشياء اللي ممكن نفحصها بالصفن خاصة عند الكبار أو الأطفال عند ذكور هو الهيدروسيل، ممكن تكون عند الأطفال أو عند الكبار، طبعاً تختلف نوعها حسب موضوع السائل المحيط بالخصية. فهو طبعاً يتموضع في الغلال الغمدية تونيكا فاجينالس، عادةً غير عرضي وغير مؤلم إلا إذا سبب طبعاً في رد، أو إذا كان في عندي حجم كبير الصفن فممكن يكون مؤلم نتيجة ثقل الخصية. طبعاً تكون جس قد تكون قاسية لكن غالباً غير ممضة. خلال أخبار شفافية بنلاحظ بغرفة مظلمة نلاحظ وجود شفافية في الضوء خلف الصفن، ونلاحظ فقط وجود خصية ضمن سائل. طبعاً لازم يكون إذا عندي أي شك إنه القيلة غير طبيعية فنطلب ألتراساوند للسبتم. طبعاً السبرماتوسيل هو وجود كيسة البرمخية طبعاً مليئة بالسبرم. طبعاً يكون لونه شوي قاتم مقارنة مع القيلة المائية مع الهيدروسيل. بالصورة احنا شايفين احنا عندنا هون اي القيلة المائية اللي بتدرس اي شيء اسمه Congenital Communicating Hydrocele، هي المتصلة نفس تماماً وبتدخل وبتطالع السائل جهة جوف البطن، فهي بتكون القيلة المائية المتصلة الهيدروسيل اوف ذا كورت او القيلة الحبلية، هي فقط في الحبل المنوي حول الخصية اسمه، فبتطلع كتلة فممكن تشتبه بالفتق كمان يكون تشتبه بالفتق. السبرماتوسيل مثل ما كنا شايفينها بالكيسة البرمخية تكون شوي يعني او مي شفافية مثل النقيل المائية للعباء بنطاف. طبعا ممكن ايضا يكون موجود عندنا الهيماتوم بالصفن او ورم دموي نتيجة رد او نزف بسبب ما، او وجود وزمة بالصفن، وزمة الصفن شائعة جدا. وطبعا الصفن والجفن هو من ارق الجسم اللي بتستجيب لاي تحسس، فاكثر تحسس ممكن احنا نطلع على جفن المريض الصفن. اي تحسس لاي ماده ممكن يظهر في المنطقتين بشكل انفكاس كبير، ممكن لسعة وعضه، لسعة حشرات عض حشرات يظهر بشكل ارتكاس في الصفن، أو حالات الوزمات لأي سبب إن كان. فحشت مريض يعني عنده نقص بروتين بسبب جراحة كبرى على البطن، فعنده تفجر في جلد الصفن نتيجة الوزمة الشديدة وعدم المقدرة على تعويض البروتين بشكل كبير يعني يوازي النقص اللي عند المريض. الشيء الآخر الخطير اللي لازم نحن ننبه عليه أيضا كنا نحكي على الصفن،
هو حالة خراج فورنيه أو تموت أو موت فورنيه. بس نجي له أظن نهاية المحاضرة وفي محاضرة لاحقة. هي حالة إسعافية تتطلب ما نعالجه على أساس احمرار الجلد أو التهاب جلد بسيط، خاصة المريض يكون متقدم في العمر، التهاب صفاق النخلي نسميه المنتشر. عادة المريض غالبا بيكون بعينات وما فوق، وغالبا مريض سكري، وغالبا مهمل بيكون، وعنده تورم في الصفن مع رائحة كريهة. هذا غالبا يعني ممكن يوجهكم لبوت فورنيه، يحتاج إلى تداخل إسعافي، على الوفاة نتيجة الإمتان أو سمية عالية جدا فيه. طبعا ورم الخصية هو وجود منطقة بالخصية قاسية وغير طبيعية، فمن تتجه أو شكل الخصية كله غير طبيعي أو غير منتظم. دائما طبعا نحن بالنسبة لنا يعني أي كتلة في الصفان هي تعتبر ورم خصية، حتى العكس عند أي عمر من الأعمار. فدائما خلي في ذهنكم كتشخيص تفريقي أو رام الخصية لأي تورم في الصفان، أي جس شيء قاسي أو غير طبيعي. طبعا مع عدد البربخ نادر ما يصاب البربخ بالأورام، خاصة يعني غالبا إذا كان في ورم في البربخ فهو غالبا حميد. طبعا عادة غير مؤلم رام الخصية، لأنه أحد نسأل على تشخيص تفريقي لورم ورم صفن، فبيذكروا غالبا الورم غير مؤلم بصراحة، يعطي إذا كان خصا غير منتقل، إذا كان حجمه كبير جدا بيعمل إزعاج أو تقل في الخصية. الاختباء الشفافية طبعا الضوء لا يخترق الورم أو النسيج الصلب، فنشوف ظلام يعني اختباء شفافية ما في ضوء، أو وجود عدم انتظام الصفر. طبعا التشخيص هو أكيد دائما عند أي شك بأي شيء الساوند أو الإيكو صفر، ودائما يفضل الإيكو دبلر للصفر الكتل البخية عن كتل عن كتل الخصية، بإضافة وجود غزارة في التروية ميزة عن المحيط وبقية النسيج الخصي. حكينا كثير، يمكن أكثر شيء مركز نحن على آفات الحادة للصفن، تشخيص تفريقي أساسية، الحالات الحادة الإسعافية هي الانفتال والتهاب الخصي والبربخ، حالة الفتق المختنق أو الغاصص أو غير ردود. هي كل حالات تتطلب انه يعني تداخل اسعافي، انه قد تؤذي حياه المريض او تهدد حياه المريض. طبعا هو بصير تويست او التواء في الحبل المنوي، طبعا المريض يحضر بالم مفاجئ شديد مع اعراض تخريشيه او اعراض هضميه او اليوس ناوزيا فوميتينج. دائما نحن ننتبه انه مثل ما حكينا في أعراض مرافقة لألام الجهاز البولي التناسلي، فقد ترافق مع الألام وجود غثيان وأقياء، الخصية تكون مسدودة باتجاه الأعلى نتيجة أنه التوت، مثل واحد لما بيعصر الغسيل بيحس أنه مثلا القميص تبعه قصر. ليش؟ أثناء العصر الالتواء والالتفاف يسبب قصر في الحبل المنوي وارتفاع الخصية الأعلى، غالبا متوضع بشكل عرضاني الخصية جدا بالجاس نتيجة نقص الترية. المريض بيكون يعني متألم وخايف جدا أثناء الفحص، ويحاول ما يعني يسمح للطبيب بإجراء الفحص، وهي حالة بولية إسعافية وإسعافية جدا تطلب إيكو دوبلر، أو أحيانا في غياب وجود الإيكو دوبلر نضطر نعمل استقصاء للصفن، صفن استقصائي لتحري وجود إذا كان عندي مجرد أي شك مثل التهاب زائد الدودية. لو بغياب التشخيص المؤكد ممكن نفتح وما تطلع سموك فيطلع التهاب خصية، ما في مشكلة عشان إنه نحن من الخصية إذا كانت مفتلة مثل اللون هذا اللي شايفينه أي صال خصية. يعني دائما لما نفتح هنا إذا شخصنا انفتاح خصية ينبغي ويجب وإجباري تثبيت الطرف الآخر. حكيم نعم تفضل.
فينا نجرب ان يعني مناورات نرجع الخصية يعني اتجاه عقارب الساعة او عكس يعني مناورات قبل الجراحة. اذا تعرف لا بأس، لكن انا اشك كلامك صحيح. هاي المناورات يعني ممكن يعملها انسان متقدم. انا بالنسبة لي بعد 18 سنة خبرة ما عندي ثقة انه رجع، لانه المريض اول شيء راح يكون متألم. المريض يعني فحص سريري ما بيخليك تعمل فحص سريري وانت مرتاح. فانت اذا عملت رد ونجح الرد معك، امتى بتضمن انه ما يرجع ينفتل؟ يعني حكيم بروبوفول نعطي المريض، نرخي المريض من نومه بالبروبوفول ونجرب من هو. تعرف تستخدم البروبوفول؟ ايه بنعطيه جرعة يعني للمريض مناسبة. تمام، يعني لانه هذا جرعته بينعطى في غرفة العمليات. يعني ممكن طبعا انت تهدد او تسكنه او تحقن ليدوكاين موضعي، لكن الكلام انا فرضا باي طريقه من الطرق ما خدرت مريض ولا اعطيته شيء. يعني طبعا هذا في سؤال يعني ما يعني انا المفروض اللي بدرسكم تخدير هو ترك يعني اقلكم مسموح تستخدموه في اسعاف يعني ما في عمليات، لانه ممكن المريض يتصبط تنفسه وتحتاج تنبيب. يعني فيكون دائما فوق استخدام المسكنات او الافيونات يكون بحذر وحذر شديد. يعني نرجع نحكي الفكرة اللي بدي أحكي لك إياها، وطبعاً كل بعض الآراء بتحكي الكلام اللي بتحكيه أنت صحيح. لكن أنت أنا رديت اليوم طفل عمره 10 سنوات وصار عنده انفتال، تمام؟ أجا بشكل معين يتألم وأجا ورديت له الانفتال وراح البيت. إمتى راح إمتى ممكن يرتد يعني ينفتل مرة ثانية؟ هل تعرف؟ هل ممكن ينفتل مرة ثانية؟ لا لا. ممكن طبعا. ايه ممكن. طيب ايه ممكن يعني ينفتل ايمت؟ ايش الظرف اللي ممكن ينفتل؟ وانت هلا شخصته، انت كطبيب شاطر وموجود في المنطقه شخصته وقدر يوصل لك، وممكن يروح عند طبيب ثاني او يكون المريض مثلا مسافر او بمنطقه ما قدر يوصل للطبيب. هل تضمن انه ما ترجع تنفتل وتتموت الخصيه؟ انا بسال يعني هون ابنمي مهاره انه انت تفكر ودائما تفكر بالحلول المنطقيه. يعني بغض النظر طبعا هذا الكلام مذكور في الكتب، يعني مذكور يعني اذا واحد ذكره مو خطا، بس انا بعتبر هذا ابنك، تمام؟ اعتبره هذا الولد يعني اللي صار عنده انفتال ابنك. لكن انت ممكن ما تكون في البيت، ممكن ما توصل للمشفى، ممكن ما يكون طبيب موجود، توصل وما يكون طبيب موجود، ممكن توصل وتشوف طبيب تاني وما يعرف يشخص هذا التشخيص، صح؟ هل الاحتمالات اللي بحكيها أنا صحيحة أم خطأ أو في حدا له أي تعليق؟ أنا أريد أنه بالعكس سؤال زميلكم كتير ممتاز جدا، وأنا بنبسط من الأسئلة اللي بتكون تفاعلية يعني بنقدر ناخد يعني بنعرف وجهة نظركم. يعني حكيم لك فكرة أنه مجرد ما تشخص انفتال خصي نقوم بتثبيت الخصية الثانية بدل أنه على خطورة الوضع، يعني مهات الخصية لازم نثبتها أفضل من ردها فقط يعني يدويا. تمام، أنا هذا اللي أنا سألت السؤال. ممكن المريض أنت رديت 100% وشي اشتغلته شو بتعطي توصيات؟ طيب إذا أعطيت توصيات ما قدر يوصل لعندك على المشفى أو ما قدر يشوفك أنت اللي شخصته من قبل، او وصل على المشفى وفي طبيب اخر ما قدر يشخصه، او اخذ المريض مسكن يعني بدون يعني الام او حدا اعطاه مسكن وما رجع المشفى. يعني الاحتمالات الاخرى اللي وارده وارد تنفتل مره ثانيه الخصيه، ونحن لما نقول ضروري واجباري ولازم نثبت، طبعا في اراء حتى ما لازم نثبت الطرف الثاني. بعض الاراء يعني بعض المدارس بتقول عدم تثبيت الطرف الثاني تثبيته بفتره لاحقه، لكن انا مره واحده طبعا يعني بحكي لكم هي تجربه عمليه، شفت مريض أثناء تقييمه لخدمة الجيش يعني الكلام سنة 18 سنة. المريض أو الشاب يعني عنده ضمور بالخصيتين نتيجة الحكي اللي بتحكوه. يعني مريض أول مرة راجع طبيب عالج أساس التهاب خصي وبربخ وضمرت أول خصية، فلما تورمت الخصية الثانية راجع مشفى الجامعة في حلب
وتم طلب إيكو دوبلر للمريض، وراح المريض ليعمل إيكو دوبلر، وتأخر المريض لحصل إيكو دوبلر، ورجع المريض على المشفى يعني بشكل متأخر يعني، وكان طبعا ضمرة الطرف الثاني. فالمريض حاليا لما رجعني أنا كنت في العسكرية لجنة الفحص الطبي، فأعطينا خدمات ثابتة يعني، أو هو كان عنده قصور أقناد يعني هيبوغونادزم يعني نتيجة خلص ضمور خصيتين يعني، فأنا يعني أتروفيك تيستس يعني صار عنده بالطرفين يعني. فأنا شو قدمت فائدة يعني، إنه جنبت العمل الجراحي، بس أنا مظبوط جنبت العمل الجراحي، بس أنا دخل في اختلاط يعني أسوأ من إنه يكون عامل 100 عمل جراحي. واضح الفكرة؟ إيه تمام. طبعا اللي بده يعمل يعني يفضل يعمل يعني في شغله بأولاده، أو يعني عامل مرضى على أساس إنه مريض له يعني علاقة في وعي المريض، كثير مهم وعي المريض بصراحة. إذا ما وعي فمشكلة، ممكن تسبب أنت بأذية أكثر من الشيء اللي موجود عند المريض. سؤال يعني هي الفكرة، وأنك تقريان الصنو بحث وأتسأل من ضمن البحث فوارد. طبعا السؤال الثاني اللي بدي أسألك يا، إذا أنت رديت أول شيء شلون تنفتل الخصة اليمين؟ إذا أنت بتنظر للمريض من عند القدمين تعرف؟ إيه بالاتجاه الوحشي حقيقة. تمام اتجاه الوحشي. عقارب الساعة. خطأ عقارب الساعة لجوه. مع العقارب مع عقارب الساعة لجوه على الأنسي. ما اليمين بحكي اليمين. خصي اليمين مو اليسار. إيه اليمين بتجاه عقارب الساعة. إيه اليمين بتجاه عقارب الساعة لجوه يعني الأنسي. تفتلى اللي هي عكس عقارب الساعة. هي شو بتنفتل ما أنت شو بتردها. ايه هي مفتولة على اليمين. نحن اذا بدنا نرد من رده لبرا على الوحشي بالعكس يا حكيم، اذا عم تحكي على اليمين مشكله. هذا كله يعني بفضل انه اذا بتقدر يعني، او حدا منكم بيجي على مشفى المحافظه القدر القادم ان شاء الله، الاسبوع القادم يمكن، الاسبوع القادم او اللي بعده، او العياده عياده الجراحه الجويه يوم الجمعه. مش حالكم يعني، هي تحتاج رسم بصراحه يعني، او صوره يمكن فرجتكم اياها الصوره. وانت بتنظر من قدم جهة قدمين المريض باتجاه الصفن، الخصية اليمين تنفتل باتجاه الوحشي والأعلى. تمام؟ يعني البربق ينظر إلى الأمام، ماشي؟ هي جهة الدوران مع عقارب الساعة، بينما اليسار بعكس عقارب الساعة. رد الانفتال بالعكس، يمين من ردة بعكس عقارب الساعة، واليسار مع عقارب الساعة. حيث يعني أظن بدون وجود رسم توضيحي صعب توصلكم يعني، مع رسم توضيحي إن شاء الله. تمام حكيم. نحن إن إنه اليمين مع عقارب الساعة يكون إذا جاي مريض انفتال، إيه اليمين على باتجاه عقارب الساعة، واليسار بعكس عقارب الساعة. هاي إذا كان هو مع انفتال. نعم. الرد بالعكس بيكون. رد الانفتال عكس الانفتال. إيه تمام حكيم. حال بتحتاج لرسمة حتى يعني بيجوز الكلام شوي يعني، واحد ما تخيله. بس لما الفاحص ينظر من جهة قدمين المريض، الخصية اليمنى تنفتل باتجاه جهة عقارب الساعة، بينما الخصية اليسار بعكس عقارب الساعة، والرد بالعكس. شوي هي معقدة أو لغز، يلا بنجيب لكم إياها فحص في الامتحان لنشوف مين حضران المحاضرة. مو هيك حضرانين؟ بصير أكيد. كم واحد انتو؟ الانفتال بصير باتجاه الوحشي، والرد بيكون باتجاه الانسي بالنسبة للخصيتين يعني. تقريبا باتجاه الوحشي والامام. البربخ حكيم سؤال ثاني. في الجيب البربخ الخصوي، دائما جس الجيب البربخ الخصوي، جيب البربخ الخصوي هو السلم بين البربخ والخصي، هو وحشي دائما. تمام؟ نعم. حكيم سؤال بخصوص أورام الخصي عند الشك بورم الخصي، بتم أخذ خزعة ولا بتم استئصال الخصي بشكل كامل؟ اللي بياخذ خزعة بناخذ خزعة من روحه إن شاء الله، ممنوع. مجرد شك يعني، مثلا كبير بالسن، مو شك إنه يعني رجل كبير بالسن، ما في خزعة من الخصي. بس كان بنجي هذا السؤال لك مبكر في بحث خاص لأورام الخصي يعني.
بس عادة المفروض اللي بيفكر ناخد خزعة ناخد خزعة من رقبته يعني عم باتا. يعني اليوم سبحان الله كان في طبيب أورام درسكم الدكتور باسل الأتاسي؟ الدم لا والله لا الأورام في دكتور أحمد نورستاني أمراض دم لسه الفصل الثاني عنا إن شاء الله. طيب أكحال يعني إذا سمعتوا أنا اليوم شكيت الدفع الماضي قلت له إيش الطلاب ما تعرف درسهم طبعا دكتور باسل برد أمريكي في والله اليوم خبرونا انه اجى سوريا خبرونا انه هو موجود وغالبا انه بجوز يعطونا الفصل الثاني غالبا راح يعطينا الماده الدمويه تمام. فقلت له انا شكيته خلي معقول ان كان يحضروا شيء 10 17 واحد قلت له 10 17 واحد بس 80 الباقيين ما عارفين الصفيحات من الكريات الحمر والكريات البيض. يلا ما راح نطلع كثير برا المحاضره مشان نلحق لكم اياها. بنحكي على موضوع البربخ. طبعا الابيديميس هو يعني مثل القبعة اللي خلف الخصية توضع خلف ووحشي الخصية تمام؟ مثل ما حكينا قبل شوي كنا يعني سبقتوا أنتم جيب البربخ الخصوي هو في جهة الوحشية تمام؟ انغلاق الجيب البربخ الخصوي يدل على وجود ورم أو تضخم في الخصية لكن غالباً نحن نشك في ورم. نحن اتفقنا أي شيء غير طبيعي في الصفن شك في الورم حتى يثبت العكس أو حالة حادة شك بانفتال أو فتق مختنق أو التهاب خصي بربخ حتى يثبت العكس. والشكل الإسعافي اللي بيحتاج جراحة هن الانفتال الخصية أو الفتق المختنق. طبعاً جسه لازم يكون بلطف شديد و يعني لأنه مؤلم جداً يعني جس إذا كان حدا أصابه خشنة شوي ممكن يكون مؤلم. لاحظ إذا كان فيه أي انتخالات أو قساوة تدل على وجود التهاب البربخ. طبعاً أحياناً طبعاً التهاب خصي البربخ مثل الانفتال قد يكون في احمرار في جلد الصفن وألم شديد يعني فأحب ينتبه. وغالباً وجود حالة الصفن حادة كالتهاب بربخ حاد أو التهاب بربخ وخصي أو وجود انفتال خصي قد يتسبب بقيلة مائية ارتكاسية يعني رياكشن هيدروسيل يعني طبعا احد ال بيكون احيانا صعوبه بمكان انك قدره الجسم الخصي بشكل صحيح. واضافه انه بالالتهاب او بالانفتال ممكن يصير الارتكاس انه الصفن كله مع جلد الصفن مع الخصيه كتله واحده ما بقى تقدر تميز بيناتهم يعني. طبعا الابيديمايتس يكون هو طور حاد من التهاب الخصي والبربخ وممكن يكون يتميز ميزو بالجس ممكن ما نظر احنا بصراحه ميزو بالجس. فمثل ما حكينا قبل قليل انه بيكون في التصاق شديد باتجاه جلد الصفن او بيكون في احمرار في جلد الصفن مع الم بجلد الصفن. سبيراتيك كورد اكزامينيشن هو ممكن احنا نتحرى وجود اي افات في الحبل المنوي واهم افه او مرض ممكن نشاهده هو الفاريكوسيل او فيل الدولي او دولي الحبل المنوي. طبعا قليل حكينا وممكن شايفين انتم هون صوره الفاز ديفرنس وضروري نحن نميز الفاز ديفرنس لانه هو خلف الحبل المنوي بيكون بنيه حبليه قاسيه غيابه بالطرفين احد اسباب العقم هو غياب الفاز ديفرنس بالطرفين كونجنتال بايلاترال فاز ديفرنس ابيرنس يعني غيابه بالطرفين فهي احد اسباب. فضروري اثناء تحري مريض العقم نفحص الحبل المنوي غير تحري وجود دوالي حبل المنوي او وجود الخصية في الصفن كمان نتاكد انه وجود الاسهر في ضمن الحبل المنوي وعدم وجود عقيدات سباحية أو ما شابه وجود إصابة المريض بالسل. طبعاً الضفيرة الكرمية أو البامبي إنفورم بلكسس غالباً تكون متوسعة أو موجودة في الطرف الأيسر وغالباً الطرف الأيسر يصاب بأكثر من الطرف الأيمن بسبب طريقة مصب الوريد
الطرف الأيسر على الوريد الكلوي. الوريد المنوي الباطن يصب الوريد الكلوي الأيسر بزاوية قائمة مقابل الكظرية أو الوريد الكظري، بينما الطرف الأيمن يصب الباطن في الأجوع في السفلي في الأجوف السفلي بشكل مائل. طيب هون الشيء الآخر اللي بنحكيه عن موضوع هو ما بيسبب البالي، ما بتسبب ألم صفن، بتسبب إزعاج أو عدم ارتياح صفن، حس بثقل أو إزعاج بالصفن خاصة في نهاية اليوم، يعني غالبا مساء بيشعر المريض أو الشاب بألم وإزعاج في الصفن، غالبا بيروح يعني او بيخف الالم بعد الاسترخاء او الراحه، بيخف الالم في الاسترخاء، خف الاحتقان في الخصيه، بينما الالم الثابت يعني او الم بغير السبب الدوالي مستمر. طبعا الدوالي حبل المنوي قد تكون احد الاسباب السنويه لحدوث العقم او احد الاسباب اللي قابل للعلاج اللي بسبب العقم. طبعا اذا كان في عندي اي تورم في الحبل المنوي او في الاورط الحبل المنوي، هو بتكون ذات قوام او بنيه عجينيه وتشبه شنطه الديدان، يعني تشبه الديدان داخل الصفن او داخل الديدان الورمز اللي بيسموها مثل دودة حية الارض او مثل الديدان الاسكاريس او ما شابه ذلك. طبعا الدرجة مختلفة حسب التوسع، حسب ما قلب تزداد بمعارض فلسلفة أو رفع الضغط داخل البطن، وتشبه مثل ما حكينا كيس الديدان، والإسبات يكون بإجراء إيكو دوبلر للصفن ووجود ارتداد في الإشارة أو انقلاب الجريان في الدوالي أو في الأوردة. انقلاب الجريان يثبت وجود دوالي أكثر من وجود مجرد توسع دون انقلاب الجريان. طبعاً أي دوالي حبل منوي في الطرف الأيمن معزول، أي دوالي حبل منوي أيمن معزول يقترح وجود ورم كلي يمنى متقدم. تمام؟ هذا كمان أحد أسئلة الفحص، لما أقول لك أنا دوالي بس الطرف اليمين والطرف اليسار طبيعي، رعات فكر أنه بوجود باس أو ورم يغلق الوريد المنوي الباطن الأيمن اللي بيكون قريب من الكلية اليمنى. طيب هلأ بلش بأسئلة نشوف إيش اللي شيء الحاضر، أسئلة بسيطة. هل الفحص السريري للجهاز البولي ضمن التأمل أم الجس أم القرع أم الإصغاء بالسماعة؟ شو رأيكم فحص الجهاز البولي؟ شو بنستخدم؟ أي واحد بنستخدم؟ حكيم أو الجس، الجس فلقي جس أكثر شيء مستخدم. الكل حكي بس أول تأمل ليشن بيركيوجين، بس الإصغاء ما بنستخدمه كثير، يعني ما في الإصغاءات ما فوقه. بس بنستخدمه يعني. الكل حكيم إيه، بس أنا مباشر من أول شيء التأمل. تأمل. ليشن ليشن بكل فحص كل أجهزة الجسم. فحص سريري لأي جهاز في الجسم يتكون inspection palpation percussion escalation. تمام all over the above ماشي كل ما سبق. طيب برا في موزز قبل شوي أخذناها، شوي بقى مين حفظ البرا في موزز شو هي؟ أكيد هو ضيق خلف الحشفي. نعم تضيق القلفة، مو القلفة، القلفة نعم الفورسكين، يعني أنا بصراحة الخلفي كذا أنا حمل بس هم بالإنجليزي يعني فاللغة العربية شوي
برا برا في موزز هو الفورسكين بيكون خلف الجلانس. الجلانس هي الحشفة، الفورسكين هو القلفة، فهم؟ مشان اللغة العربية بس كثير مهم جدا يحفظهم بالعربي والإنجليزي. لما أسألك سؤال مهم تكون أنت تحكي بشكل صح، ما تفرق بالنسبة لي. القلفة أو جلد الختان بيكون خلف الحشفة اللي هي رأس قضيب، وبصير عدم رجوع أو صعوبة رجوع، وممكن تهدد تروية الحشفة ويصير فيها تنخر نتيجة نقص تروية. inability to retract foreskin، صحيح، عدم الاستطاعة رجوع جلد القلب. inability to pull down the foreskin، inability to retract foreskin يعني عدم المقدرة لرجوع الجلد إلى الخلف. inability to pull down عدم مقدرة إلى سحب الفورسكين للأسفل. خيار A أو B؟ B حكيم. صحيح. طيب episperius is a condition where peripheral meatus is located on the ventral surface of the penis. الإبسبيديا استوى قبل شوي حكيناها، هو تموضع فتحة الأحليل على الوجه البطني. نعم اي تمام، بس قلت الأحليل الفوقاني. نعم اي تمام حكيم، ما أفهم بس أقول إنه أحليل فوقاني هذا. الخيار B urethral meatus is located on the dorsal aspect of the penis. dorsal B. كيف خيار B dorsal B؟ إذن طبعاً هذا السؤال كان أحد أسئلة امتحان التعديل في تركيا. هذا السؤال كان Lipispedias is a condition where urethral meatus is located on the ventral surface or dorsal aspect dorsal. بينما هي هايبوسبيديا فيترال سيرفيس. تمام حكي. Right sided varicocele suggest that which suggest تجاوبوني. Right sided مرة الكل يا إيمان. then ورم كلية أيمن A. ستيك ارتورشن ايش تتوقع سؤال؟ ديناين كونديشن يوروجيك امرجنسي قتال خصي حكيم يوروجيك يورولوجيكال امرجنسي حاليا ما في تمام should be treated non surgically يعني يجب علاجها non surgically خطا حكيم هو علاج جراحي لا قلت لنا ممكن نردها بشكل تحت التقدير اتفقنا شوي كنا بنتناقش في الحالة وهناك سؤال الاتفاق هو سورجيكال الاتفاق هو سورجيكال بس الأكل الوقائي خوفا انه بصير عندي اختلاطات تانية ما يصير عندي مثلا مشاكل ما بستعمل طريقة الرد All men presenting with urologic complaint require a prostate examination, whereas women require a pelvic examination. لا خطأ حكيم. مؤلم كثير. إذا كان معه أنت بحن. إذا كان حد. إذا كان بروستات بس نحن عم نحكي نحكي شوي. All men presenting with urologic complaint شكاية البولية. require a prostate examination whereas women require a pelvic examination. هذا السؤال بشكل علمي او نظري صحيح true تمام. عم نحكي نحن التهاب البروستات الحاد بشكل عام، نحكي الشكايات البوليه مقيم انه اذا في مشكله في البروستات او لا، اذا في عندها مشكله في الحوض بالنسبه لها. لكن في بلادنا هذا الامر يعني بصراحه موافقه المريض غالبا في حرج بالنسبه للمرضى، يعني مرضى الذكور او مرضى الاناث حتى عن طبيب النسائيه غالبا بيرفضوا، بيحاولوا ياخذوا ادويه بشكل توقعي
أو ممكن هذا أحد أسباب مشاكل إنه بنات يعني خاصة النسائية ممكن ما يكون في بصراحة يعني شفاء منها بصعوبة بمكان بسبب عدم وجود الفحص السريري الكافي، عدم بالإنترنت خاصة التناسلية، عدم معالجة الشركاء الجنسيين أحد أسباب فشل العلاج. حكينا قبل شوي عن مريض 45 سنة مريض ذكر أسمر عنده مشاكل في قبيل الجهاز البولي السفلي والتبول. إيش الأشياء اللي لازم نسأل عنها؟ سنسأل عن وجود BBH، عن وجود AUA American Neurological Association، score family history of prostate, prostatic suspect antigen, or of the Allah. على 45 سنة ما بيد ذكر أسمر مع أعراض بولية سفلية انسدادية. الشيء اللي لازم نحن نفتش عنه إذا عنده قصة عائلية لوجود BBH، وجود عنده الأعراض أعراض سيمتوم سكورز السبعة عندنا، تمام؟ وسكور فاميلي هيستوري أوف بروستات كانسر إذا عندنا قصة عائلية لبروستات، لازم نعمل البروستاتيك سبيسيفيك أنتيجين PSA. بصراحة كل فوق هذا لازم يعني ضمنوا الميديكال هيستوري. إحنا لازم قصته المرضية، هل عنده قصة تخبط البروستات أو قصته أو الأعراض السبعة اللي تخبط البروستات لـ UA، والقصة العائلية لوجود سرطان بروستات، وجود إكسبيسيك أنتيجين، تقييم إذا عنده أي سابقة عامل تقييم للـ PSA قرنه بالفحص الحالي، أو وجود إنذار لإجراء خزعة مبكرة. عندي مريضة 35 سنة بقصة بيلة دموية عيانية. حكيم بس سؤال على بس قبلها. حكيم مرة ذكرتنا بمحاضرة الفحصيات إنه بالبادر السفون فحصيات مثانية، إذا كان جانا شاب عمره جانا رجل عمره 40-45 سنة، ذكرنا حتى شخص تفريقي المسبب للفحصيات البيلان هيبر بروستاتيك هيبر بليجيا، وقلت لنا بهذا العمر ما مفكر بهيك مرض. فهلق انا شايف انه هذا المريض عمره 45 سنه وحطينا حتى تشخيص ونساله عن القصه العائليه او السابق المرضي. طبعا راح نجي في ضخامه البروستات، هو نادر جدا بهذا العمر لكن وارد، تمام؟ وقلنا في القصه انه في عنده سابق انسداديه، فانت لازم تفتش عنده سابق من قبل مشخص له ضخامه البروستات. هو نادر، الاغلب بعد ال 50 بس موجود، تفريق فوق ال 40 ممكن خبط البروستات، تمام؟ حتى سرطان البروستات فوق ال 40 عند الشباب طبعا. تمام حكيم. البروستات عند الشباب يعني غالبا بيكون من نوع متقدم جدا وانذاره سيء جدا. وصلت الا في شيء صح في ذهنك يعني ما واضح؟ لا تمام حكيم وصلت. تشخيص حصيات للمثاني مضبوط عند الكبار السناني، الأشياء فوق الخمسين وربما فوق الستين، لكن إذا وجود ضخامة بروستات وعنده أعراض فخلاص راح تعمل المشكلة. مريض عنده بيلة دموية عيانية ولازمة أو طلب للطبيبة IVB. خلال القصة يعني أخذ القصة المرضية، إيش الأشياء اللي لازم تسأل عنها؟ مريضة 35 سنة فتعمل صوت أشعة قليلة، تمام؟ فإيش الأشياء اللي لازم نسألها عنها؟ هاي هلأ أنا بيسألكم قبل ما أعرض الخيارات. كرياتينين لازم نسألها؟ نعمل لها فحص كرياتينين، أكد أنه كل شيء غير مزبوط. بس في أسئلة أخرى لازم نسأل المريضة. حكيم نسأل عن السوابق المرضية. نعم سوابق مرضية صحيح. إذا فرض الحصيات نحن ما خلص مطلوب لها عنده بيلة دموية ومطلوب لها IVB، تمام؟ فأنا بدي أعمل هاي الصورة، بس قبل ما أعمل الصورة إيش لازم أسألها؟
بس مريضة سكري احتمال كبير مثلا يكون عندها التهاب كبد كلي متقدم، لذلك يكون احد المضادات الاسباب انه نطلب الاي في بي للمريضة او الامراض الذئبية الحمائية الجهازية المتعلقة بالامراض المناعية الذاتية وغيرها. اذا في احتباس اساسية للأدوية طبعا هذا مهم جدا، لانه المادة محسسة بشدة، واذا عملت حساسية ممكن تعمل صدمة تأقية وتنعطب الوريد يعني. فكتير مهم اي حساسية من اي ادوية. الأدوية الحالية ليش عم نبه تكون على السكري؟ السكري بياخذ ميتفورمين، مرضى السكري كثير منهم بياخذوا ميتفورمين، ما بصير نعطي نحن المادة زي مع الميتفورمين، لأن بيعمل تداخل دوائي وزيادة السمية الحيوية، فلازم يتوقف الميتفورمين. هل يمكن إنه مريضة 35 سنة أنثى ممكن تكون حامل؟ ممكن تكون حامل، فلازم نتأكد إنه ما في حمل، ممكن نعمل اختيار حمل حيوي إذا ما متأكدين المريضة. Refraction of contrast dyes. طبعا نحن اول شيء صحيح اي حساسيه لا سوابق انه اخذت عملت حقن لماده صغيره كلياتهم تمام. واضح انا شلون يعني نحن لما بنسال المريض كل مريض او كل يعني شيء بنسال المريض في له مغزى في ذهننا لازم نفتش عنه. فانا بقول لك هون انا عندي مريضه عمر 35 بعمل لها صوت اشعه. طبعا صوت الاشعه المفروض كل مريضه في سن الضغط التناسلي لازم اتاكد بطريقه معينه، ممكن طبعا بفحص، ممكن بسؤال، ممكن المريضه غير متزوجه مثلا، او مريضه طفله صغيره او خارج سن النشاط التناسلي، فخلص انا مستبعد هذا الموضوع. لكن المريضه في سن النشاط التناسلي يكون في عندها حمل، فجدا مهم اي اجراء او اي وصف الدواء لازم تتاكد المريضه حامل او غير حامل، مرضع او غير مرضع. دائما هاي الاسئله الروتينيه كثير لازم تنتبهوا لها، وهي بتفرقك بين انت طبيب يعني سريري ناجح وبين انك انت طالب طب بتعرف تحفظ او بتعرف تبصم. في فرق كبير. دائما الحكيم من المحاكمه ومن الشيء العقلاني اللي بيقدر هو يعني يقارب فيه المريض، وتكون أسئلته منطقية وكل مبررات للأسئلة. دائما في مبرر، أنا كل سؤال بسأل المريض يقرر شو يعني المغزى من السؤال. إذا الإجابة كانت كذا فيعني كذا وهكذا. يعني طبعا مثل ما تعرفوا بالشرع كان العلماء تبعنا سابقا في عصر الإدارة وعصر الفقه كانوا يخترعوا مسائل ممكن تحدث أو قد تحدث ويفتوا فيها يعني. فنفس الشيء نحن القصة السريرية كثير تعلمنا، عرض القصة السريرية ومقاربة المرضى ومشاهدة المرضى هو المعلم الأساسي للطبيب في طريقة كسر الحاجز بطريقة صح في التعامل مع مختلف المرضى، مختلف الأعمار، مختلف الأجناس، الأعراق، المذاهب حتى ممكن تعتبرها، تعرف مثلا يعني الثقافة في يعني حتى الفحص الـ USMLE لازم تعرف شيء بالإثكس الأخلاقيات، وعارف في حتى بعض الطوائف أو بعض الفئات فرضا ما بتاكل خنزير، ما بتشرب كحول، ما بتدخن، ما بتنقل دم. في بعض الفئات ما يعني محرم عليها نقل الدم يعني. فكتير هاي الأمور بتجي مع الخبرة طبعا مع احتكاك مع المرضى ومع قصص سريرية مشابهة. إذا في حدا له سؤال أي شيء اليوم حكينا عن طالب التشوهات، أعرض لكم صورة. حكيم إذا انتهت المحاضرة بس سؤال سامي بخصوص الإعطاء، راح نتابع على النت هيك طول المادة لا شلون؟ لا يعني في مجال تجي مثلا عندي لحد الساعة 8 إن شاء الله، لحد الساعة 8 إذا الله يسلمك. يعطيك العافية. الحمد لله بعد حصار شديد يا سوريا. ان شاء الله الحمد لله على السلامه. ايش وضع حاليا عندكم؟ واضح الحاله يعني انا عرضت حالي واضحه عندكم الا راحت المشاركه؟ نفس الصوره ما في صوره راحت بس اعطيكم الحاله هاي هيك يعني مشان واضحة الصورة؟ ايه حكيم واضح. هذا الطفل عمره كان 5 سنوات
عنده أحليل تحتاني، أحليل تحتاني نوع يعني وسط، خلينا نعتبره شديد. تم أحد الزملاء يعني اشتغلوا، كان مشغول 3 مرات أو 4 مرات قبل ما طلعت لي. للأسف وضع الطفل كان سيء جدا، بس إنه حاول على الصورة. السهم واضح مؤشر؟ لا حكي. واضح مؤشر. هذا السهم هون، هذا الجلد، هذا الحشفة وجلد أسفل الحشفة، وهذا الصفن تحت، شايفين الصفن؟ هذا تحت الصفن، هذا كله حتى هي الفتحة، هي فتحة الحليل، حتى فتحة الحليل كانت منطمرة. طبعاً له التهاب الطفل، انطمار للحليل، تنخر حليل وانطمار، وكان جايني المريض عنده قصرة فوق العينين. خلص يعني الطبيب يعني كذا محاولة لإصلاح الحليل تحتاني، وبقت بفشل ذريع مع انطمار للحليل داخل الجلد. يعني طبعاً الحالة أظن يعني كيفة أقلب الصور، بس أظن المشارك يمكن لازم حكيم. ذكرت لنا قبل شوي أنه عادة الحليل الفوقاني بيكون أخطر من التحتاني، مو هيك؟ أخطر بيترافق مع تشوهات. حكيم في تشوهات مع القضيب، بيترافق مع إذا كان يضمن يشمل الإكسترنال سفنكتر مع الإكسترنال سفنكتر، عنق المثاني مع المعصرات. شاركت هاي الصورة من الوجه الآخر، ما أعرف إذا شايفين الجلد هون كيف قشر. هذا الجلد الصفان العاني هون من الطرف الأعلى، وهذا الجلد اللي باقي عنده. طبعا عملنا تحرير للقضيب المنطمر الداخل، عملنا ثاني، أخذنا طعم باطن الفم تعويض نقص أي صورة. شفتوا الجاب بين طرفين، هذا الشيء الأبيض اللماع شايفينه هون، هاي اللي بنسميه البوكا الموكوزا، طعم من باطن الفم، طعمنا فيه نقص موجود في جلد القضيب. واضح. فنحن الموضوع دائما القضيب بيكون ستريت أثناء الإصلاح، فكرة أنه بيكون تقييم الفتحة، نحاول نوصلها لرأس القضيب. طبعا هاي مرحلة أولى، الطفل بحاجة لإجراء عدة مراحل، لكن الطفل كان عنده رد نفسي شديد، وبعتهم على المعالجة عن طبيب نفسي. هاي من ضمن الأشياء اللي ممكن نحن تواجهكم ونراجع المريض. دائما نحن بننصح كل المرضى دائما نشتغل أفضل ما يمكن، وبأفضل يعني لا تستعجل على العملية إذا ما ضمنت يعني بيد خبيرة وبأقل فرصة لإنتهاء خاصة العمليات التجميلية. هون هاي الصورة، الشيء ده بحكي قبل شوي، هذا خراج فورنيه، تم إزالة كافة جلد الصفن المتموت وترك الخصيتين بشكل حر، ووضع مفجر شايفين هذا الأحمر يطلع من العيجان، عيجان المريض. مريض سكري، المريض ما كان مضبوط سكره منيح، بلش بإنتان خفيف بجلد الصفن وصار تنخر كامل اللي كان نصف تقريبا جلد الصفن. طبعا بالمعالجة والضمادات هذا ممكن يتحسن، وممكن يحتاج بعدين إلى طعم بعد بس يشفى من هاي. نهاية المحاضرة، إن شاء الله نلتقى. مين قسم منكم راح يكون موجود في الجامعة يوم الأحد صباحا الساعة 8 إن شاء الله؟ محمود والله في قسم كبير حكيم، كون بإدلب ضرور إن شاء الله راح يكون المحاضرة القادمة فيزيائية بعد عودتي، ويمكن يعني إذا كان بيناسبكم. أنا بفضل متعب أكثر بالنسبة للفيزيائي، لكن بكون موجود في يوم الأحد صباحا.
حكيم في قسم كبير يعني ما بقدر يروح الجامعة بإدلب أو بمناطق بعيدة. هذا شيء بتكون والله ما أنا بالنسبة لي ما بتفرق، أنا بالعكس أريح لي هلا وقت مسائي ربما يكون أريح لي، رغم إنه بعض الأحيان بيكون عندي محاضرة أو اجتماع بعد الحضرة. هاي حكيم نحن في الجامعة مصور نحن هو يكون عندنا دوام يعني موجود كمان بالكلية إن شاء الله. الشيء الناس إن شاء الله ملتقى الأفضل بعض الأشياء الفيزيائية اللي ممكن تشوفوها يعني بشكل فيزيائي. حكيم تجمع بشفى المحافظة شيء؟ نعم مداوم يوم الجمعة في المحافظة؟ جمعة نعم قبل السواء يعني تقريبا بين 9 و 12 موجود إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك العافية دكتورنا.